اهلا بحضراتكم مره تانية. هقول لكم كده على لقطتين سرعة قبل ما نبدا ندخل زي ما يقول كده في اللغه العربيه في متن الحلقه وفي الاخبار المهمه جدا اللي موجوده معنا النهارده. اللقطتين اللي انا يمكن عايز اتكلم معاكم فيهم او ملاحظتي النهارده يعني حاجتين حلوين قوي. حاجه منهم هي الانشطه المشتركه اللي اتعملت ما بين وزاره التربيه والتعليم وما بين وزاره الثقافه. أكتر من 1050 نشاط تقريبا على أكتر من 850 مدرسة. عايزك بعد إذنك كده يعني حتى ساعة في الفواصل كلام من ده عايزك تكتب الخبر على جوجل وتقعد تتفرج على الصور وتشوف فرحة 47 ألف طالب شاركوا فيها. حلو قوي، برافو عليك يا شطشوتي. تتفرج على صور التلامذة والتلميذات أو التلميذات والتلامذة، شوف أنت عاوز تقولها إزاي بقى. اتفرج إزاي التلامذة دول قاعدين متفاعلين مع هذه الأنشطة المشتركة أو النشاط المشترك اللي اتعمل ما بين التربية والتعليم وما بين الثقافة، وإزاي هم فرحانين وإزاي هم مقبلين على ده. ده معناه إنه إدي الولاد الأنشطة واتفرج العيال هتبقى عاملة إزاي. كان قبل كده الناس متصورة، ويمكن ناس كتير كانت متصورة انه الولاد مش هيبقوا متفاعلين، مش هيبقوا مقبلين، هيتعاملوا مع القصة يعني كده وخلاص ومش هيبقوا بالعكس. وانا اتمنى انه هذا التعاون المشترك ما بين الوزارتين يفضل مكمل وفاعل ويشمل عدد مدارس اكتر ويشمل عدد طلاب اكتر لحد ما نوفي 21 مليون تلميذ وتلميذة في مصر. اعتبروا كلنا احنا هنا كالمجتمع نعتبر انه ده النموذج الاولي. يا سلام سلم النموذج الاولي بتاعنا على 47 ألف طالب، يلا بينا نكمل. هتيجي تقولي ده العدد بالملايين، هقول لك وماله، في النهايه خالص هو نشاط مشترك ما بين وزارتين داخل المدارس داخل قصور الثقافه، ندخل معاهم وزاره الشباب والرياضه فيبقى جوه مراكز الشباب والرياضه المختلفه في عموم الجمهوريه. حقيقي لازم تشوف وشوش الولاد. في صوره انا لفتت نظري جدا، اتنين تلامذه اولاد كانوا لابسين حتى قمصان لبني، الفرحة اللي في عينين العيال والابتسامة اللي مالية الوشوش وحاطين ايدهم على كتاف بعض كده وقاعدين عمالين بيتفرجوا وفرحانين، حاجة حلوة وهنتكلم على القصة دي. طب اللقطة التانية، الرئيس في كشف الصورة اللي أنا بحبها جدا جدا جدا، جزء عيال عينيهم بتنطق شقاوة وبتنطق بمصرية هذا المجتمع. عينين المصريين مليانة طيبة، مليانة حب، مليانه فرحه في احلك الظروف، تلاقي العيال فرحانه. فتخيل العيال البريئه اللطيفه الظريفه دي، شوف فرحانين ازاي، بص الولاد اللي واقفين. طيب تعال اخدك بقى على اللقطه الثانيه، وهي الرئيس لما راح كشف الهيئه النهارده بتاع الكليه الحربيه، وقبل كده كان في كشف الهيئه بتاع كليه الشرطه. ايه اللقطه اللي انت تاخد بالك منها؟ مناقشه الرئيس مع شبان عندهم 17 و18 سنه وبيتناقش معهم في قضايا محلية وإقليمية ودولية. طيب أنا في رأيي في تصوري الانطباع بتاعي حاجتين، حاجة منهم مدى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الجيل من الشبان، مدى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الجيل من الشبان المقبلين على هذه المهمة الوطنية، العمل الوطني الأبرز، ضابط بوليس وضابط جيش. دول ولاد شغلتهم يحموا البلد مهما كلفتهم الظروف، ما بيفكروش في حاجة تانية غير احنا المواطن والحدود، ما بيفكرش في حاجة تانية، انا بحمي البلد مهما كان التمن. فالريس راح لانه مهتم بانه يعرف عقليات الولاد دول، ومهتم انه يتناقش ويعرف مدى وعيهم ايه. الريس مهتم بهذا الجيل بشكل عام جدا، الشباب، ومهتم جدا بالشبان اللي في يوم من الايام هيبقوا ضباط بعد 3-4 سنين. ده اهتمام من الرئيس، اي اهتمام من الدولة، اي هرجعك تاني جزء من فلسفات او فلسفة الجمهورية الجديدة، هذا الاهتمام البالغ العقل، مناقشات في قضايا دولية والعقل، الاهتمام بعقلية الشبان دول، الاهتمام بتصوراتهم المستقبلية. دول لقطتين أنا أشوفهم غاية في الأهمية، الأنشطة اللي حصلت، وجود الرئيس النهاردة، و
في اول الاسبوع في كشوفات الهيئه بتاعه شرطه وبتاعه حربيه، حاجه رائعه وجميله ومبشره بكل خير. طيب ايضا يوم الجمعه بعد بكره عندنا زي ما كنت بقول لزميلاتي الكريمات القمه العربيه الصينيه في الرياض. طيب مبدئيا دي القمه الاولى من نوعها وبمشاركه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. الرئيس الصيني البعض ينطقها شي جين بينج والبعض الاخر ينطقها زي جين بينج، طبقا للإيكونومست بيقولوا زي. المهم يعني الرئيس الصيني وصل بالفعل للرياض علشان يحضر هذه القمة، بالإضافة إلى قمة الصين ومجلس التعاون الخليجي. الخارجية الصينية وضحت، قالت القمة العربية الصينية نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية. نقطة فارقة إلى أي مدى ويعني إيه؟ تعالوا نسأل هذا السؤال يفتنا في ذلك دكتور حامد فارس المستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا يوسف بيه، عامل إيه؟ مع سيادتك أنا أكتر والله دايما بنتشرف. دكتور حامد أنا قلت يفتنا في ذلك دكتور حامد فارس، الصينيين بيقولوا دي نقطة فارقة في العلاقات الصينية العربية، يقصدوا إيه في تصورك في وجهة نظرك أنها نقطة فارقة، وهي نقطة فارقة إلى أي مدى؟ طبعا يعني انعقاد هذه القمة يمثل حدثا تاريخيا مهما بيعكس المستوى الرفيع اللي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، خاصة يا أستاذ يوسف أن هذه القمة تم التصديق على عقدها من عامين في يوليو 2020، وده على هامش الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبالتالي فهي بتعطي إشارة في اتجاه أن هناك رابع سياسية مشتركة على التعظيم وتعزيز العمل العربي الصيني على كافة المستويات سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا، وهذا لم يأتي من فراغ ولكن نتيجة وجود طبعا أحداث دولية متشابكة ومعقدة على كافة المستويات، وأيضا بيعكس أهمية المنطقة العربية ومساعي الدول الكبرى للعمل على توطيد نفوذها وتواجدها في الشرق الأوسط، في ظل أن هذه المنطقة الآن أصبحت يعني مصدر تنافس حقيقي من قبل كل الدول الإقليمية، وأيضا بيعكس نقطة مهمة جدا وهي رشادة وثقة القيادة السياسية الخارجية، يعني في حكمة ورشد كبير من التعامل بحياد إيجابي مع كل الدول الدولية والعالمية، وهو ما انعكس بشكل كبير على أن يكون هناك زخما حقيقيا في كل الاتجاهات. شاهدنا القمة العربية الأمريكية في يوليو الماضي، والآن القمة العربية الصينية، وبعدها بأيام قليلة وفي ذات الشهر سنشهد القمة الأمريكية الأفريقية في منتصف هذا الشهر بإذن الله. وبالتالي يعني هذه الشراكات الإيجابية وهذا المفهوم الإيجابي وتعدد الرؤى يعني دون الانحياز لقوة على حساب قوة أخرى، وده بيظهر الاستفادة الكبيرة والتعامل بندية والعمل على تحقيق المصالح الاستراتيجية للمنطقة العربية دون أن يكون هناك انتقاص من حقوق المنطقة العربية في كافة الاتجاهات. طب دكتور حامد عندي سؤالين مش عارف هيبقى لهم تالت ولا لا. السؤال الأول أنا أقول لحضرتك سؤالين مع بعض. السؤال الأول متعلق بأنه الصين ويمكن دول كتير في العالم بس هي من أبرزها الصين مش من بتوع التحالفات، شراكات، يعني لازم يطلع الكل كسبان، وده بيختلف عن شكل التحالفات القديمة اللي كانت بتظهر في القرن العشرين مرورا بستينياته وحتى يمكن الألفينات. فالصين بتكرس لمفهوم الشراكات، ده واحد، وده يساوي إيه بالنسبة لنا في المنطقة العربية، شراكات ما بين الاقتصادات العربية والصين، شراكات ما بين السياسات العربية والصين وهكذا. طيب السؤال الثاني، هل كان من الممكن أن يحدث كل هذا الزخم العربي لو لم يحدث ما حدث في مصر
2013-2014، يعني مصر عندما تخلصت من حكم الإخوان وبدأت في عمل منظومة كبرى لتهدئة الصراعات في المنطقة واستقرار الأنظمة السياسية في المنطقة ككل، هل كان من الممكن أن احنا نشوف هذه القمة الصينية العربية؟ هل كان من الممكن أن احنا نشوف القمة العربية الأمريكية اللي برضو كانت حاصلة قبل كده في المملكة العربية السعودية في جدة؟ هل كان من الوارد أصلا أن احنا نشهد هذه السيناريوهات؟ انا من حلاوه السؤالين مش عارف اجاوب على اي سؤال الاول يا استاذ يوسف. اللي تحبه ربنا يخليك. يعني دون ادنى مبالغه، اولا على صعيد مساهمه الصين في تعزيز الاوضاع في المنطقه العربيه والعلاقات العربيه الصينيه، نجد ان هناك زخم جديد ظهر في العلاقات العربيه الصينيه، وان هناك مستوى من الثقه السياسيه المتبادله. يعني ده ليس فقط كما أشرت بدافع أن يكون هناك علاقات، ولكن لابد أن تتحقق المنفعة المتبادلة لكل الدول، وده سهل انضمام الكثير من الدول العربية لمعظم مبادرات الصين سواء الإقليمية أو الدولية. فعلى سبيل المثال مثلا انضمت الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق، وأيضا دعمت الدول العربية مبادرة التنمية العالمية وأيضا مبادرة الأمن العالمية اللي بتدعو إلى استبدال المواجهة بالحوار وأيضا الإقرار بالتشاور والتحالفات بالشراكات. يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني استبدال التحالفات بالشراكات، ودي نقطة جوهرية. وبالتالي يعني هناك أيضا رغبة صينية روسية كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية، وتصريحات مهمة جدا عن رغبة روسيا والصين لانضمام مصر والسعودية لمجموعة البريكس باعتبارها قوة اقتصادية كبيرة ومهمة. تفتكر ده ممكن يحصل يا دكتور حامد، انضمام الصين وانضمام مصر والمملكة السعودية لبريكس ومعاهدة شنغهاي وما إلى ذلك، ولا لسه؟ ده مهم جدا، وبقول لحضرتك ان احنا لو شاهدنا التصريحات الاخيره سواء من المسؤولين الصينيين او الروسيين بتؤكد على معنى واحد، ان هناك رغبه حقيقيه من انضمام الكثير من الدول العربيه. وشاهدنا في الايام الاخيره ان الجزائر تقدمت بطلب لمجموعه بريكس ايضا للانضمام الى هذه المجموعه الهامه. وانضمام مصر ليس من موقف الضعف، ولكن من موقف القوة، باعتبار أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة وملهمة نجحت في تقديم الكثير والكثير على المستوى العالمي كقوة اقتصادية حقيقية، عززت بنيتها التحتية بشكل كبير، عززت بيئتها التشريعية والاستثمارية بشكل ضخم، وأصبحت مهيئة لأن تكون جزءا فاعلا من النظام الدولي وليس فقط العربي أو الإقليمي. هذه أيضا يعني هناك زخم كبير في كل اتجاه. فيما يخص إجابة السؤال الآخر وهو ثورة 30/6، بنقول بشكل قاطع أنه لولا ثورة 30/6 ونجاح القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي الذي حمل روحه على كفه لكي يحمي ليس فقط الدولة المصرية ولكن كل الدول العربية، وكيف نجحت ثورة 30/6 في إجهاض المخططات التي خططت ودبرت للمنطقة العربية في محاولة هدم الدولة الوطنية، وده اللي أشار إليه الرئيس السيسي في أكثر من محفل، ودلالة قاطعة على أن الدولة المصرية يعني وقيادتها السياسية دافعت وبكل استماتة عن استقرار المنطقة العربية، واللي نشاهده الآن هو نتاج ما قامت به الدولة المصرية والشعب المصري باعتباره هو جزء أصيل في ثورة 30/6، لأنه لولا تحرك الشارع ضد جماعة الإخوان الإرهابية ما كانت القيادة السياسية وما كان الجيش قد تحرك تجاه هذه الجماعة الباغية. وبالتالي هناك ارتباط كبير جدا ما بين الدولة المصرية واستقرار الأوضاع في الخليج، وده اللي نتج عن توقيع آلية التشاور السياسي المصري الخليجي في يناير 2021، وحضر الوزير سامح شكري اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وده اللي بيؤكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية العربية. والآن تنتقل العلاقات العربية إلى آفاق أرحب نحو أن تكون جزءا مهما في النظام الدولي. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور حامد، كل الشكر للدكتور حامد فارس المستشار السابق بجامعة الدول العربية. وعلشان بالمناسبة
شرح الأمور من بدايتها بيقفل طول الوقت الباب على مسألة القيل والقال وترويج الشائعة وما إلى ذلك. البنك المركزي بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية بيأكد على الآتي يا جماعة: مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون بتاع الإجراءات الضريبية الموحد واللي قدمته الحكومة لمجلس النواب متعلق بإيه؟ هجيبها لك واحدة واحدة. هو مش متعلق، عشان برضو تبقى انت فاهم وعشان محدش من العيال بتاعت الاخوان يقعد يلعب لك في دماغك وهتلاقي العيال الارزال اللي موجودين هناك دول هيقعدوا بقى يشتغلوا لك على ايه؟ الحق ده هيعرفوا اللالي والترلالي ويخشوا على حساباتكم ويعملوا ويسووا، ولا كلام من ده خالص. سرية الحسابات والودائع والخزائن، انت عارف ساعات ممكن تروح تأجر خزنة في البنك، السرية الكاملة كاملة مكفولة بالقانون الحالي وبالتعديل اللي هيحصل، مكفولة. لا يوسف ده بيقولوا هتروح الضرائب، لا مش هتروح الضرائب، والضرائب مش هتبص على حاجة خالص. وبالمناسبة مفيش أي حتة في مصر ينفع تعرف أي معلومة عن حساباتك إلا لو أنت مضيت بخط إيدك، امضتك، إقرارك يقول أيوة اسمحوا للجهة، مش لأي جهة، للجهة الفلانية إنها تطلع على حساباتي، أو حكم قضائي بات نافذ نهائي. طيب أمال إيه اللي بيتقال ده يا يوسف؟ بص يا سيدي، بمنتهى البساطة القصة متعلقة بتبادل بعض المعلومات، خد بالك من كلمة بعض المعلومات، مع السلطات الضريبية الأجنبية، ملهاش علاقة بمصر خالص، ومش مع مصلحة الضرائب المصرية، وملهاش أي علاقة بأي غرض محلي. طيب أمال هتعملوا كده ليه يا يوسف، أو الحكومة مقدمة التعديل ده ليه؟ أقولك، علشان إحنا في مصر دخلنا في اتفاقية اسمها الاتفاقية الدولية، ودي تابعة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية فقط لغير، بس كده. فايدة ده إيه؟ فايدة ده إنه بيرفع من تصنيفك في معدلات الشفافية، يشجع أكتر على الاستثمارات في هذه البلاد إلى آخره. عشان كده تلاقي البلاد بتخش في هذا النوع من الاتفاقيات، لأنها بتدعم اقتصادها، بتدعم استثمارها. طيب البنك المركزي يجي كمان ويكمل ويقول إيه؟ يقول مشروع القانون ده يا جماعة، تاني بيأكد بقى البنك أهو، ملوش علاقة ولا يقترب من سرية حسابات العملاء في البنوك، وإنه القانون المصري كفل حماية سرية الحسابات، الودائع، الأمانات، الخزائن الخاصة اللي موجودة في البنوك، وسرية المعاملات كمان. طب انا هقول لك على حاجة عشان بس تبقى فاهم. انت عارف حضرتك لو رحت اي بنك في اي فرع وجيت قلت له مثلا انا عاوز كشف حساب بتاع ابويا او امي او مراتي او ابني او بنتي اذا كانوا راشدين يعني وليهم حسابات، هيتقال لك لا. تقول له ده انا ابنه، لا. ده انا ابوه، لا. ده دي مراتي، لا. طب ده انا معايا الرقم القومي بتاعه ولا بتاع، لا. مفيش. بنص القانون السرية كاملة ومكفولة، ولا يجوز الاطلاع على اي بيانات او اي تفاصيل لاي جهة، لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر، الا في حالة واحدة: اقرار واذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزنة. طيب في حالة ربنا يدي الصحة والعمر للجميع، في حالة المتوفين يبقى الورثة الشرعيين أو الموصى ليهم بهذه الأموال أو الوكيل أو النائب القانوني، أو زي ما كنت بقولك حكم قضائي أو حكم تحكيم بات نافذ نهائي. البنك المركزي بيوصي ويهيب يا كل وسائل الإعلام، يا كل مواقع التواصل الاجتماعي، لو سمحتوا، لو سمحتوا، لا داعي لكتابة جمل أو بوستات منشورات دون توخي الدقة والحذر.
يا جماعة انتوا لازم تتأكدوا من المصدر. بالمناسبة الكلام اللي بيقوله البنك المركزي ده بديهي جدا جدا، يعني مش المفروض ان احنا نبقى مستنيين البنك المركزي يقول لنا كده. ليه؟ بمنتهى البساطة ده يساوي انتشار لشائعات، هذه الانتشار أو هذه الشائعات تؤدي إلى أزمة حقيقية للاقتصادات الوطنية، يعني ما فيهاش هزار. تعرف يعني إيه تنشر شائعة متعلقة بأنه ما فيش سرية حسابات في مصر ولا سرية بيانات ولا؟ الموضوع ما هوش هزار، الموضوع ما هوش سهل، والموضوع من الحاجات اللي ما ينفعش تترك لمسألة القيل والقال أو إحنا بنهزر. يعني ودون مبالغة وده بجد وفي أعتى ديمقراطيات العالم، لو واحد كتب شائعة من النوع ده وقال أنه ده أنا كنت بهزر، ما فيهاش، هو كده كده ضبطه إحضار فوري وبيتقبض على الشخص ده بشكل فوري وبيوضع تحت طائلة القانون وبيعاقب بمنتهى الصرامة، ما فيهاش هزار، ده تدمير لاقتصاديات وطنية، ما بحدش بيهزر في الكلام ده. فبعد إذنكم الحيطة والحذر الكامل، توخي المصداقية والصدق والدقة الكاملة من المعلومة من مصدرها. مين مصدرها في الحالة دي؟ البنك المركزي. البنك المركزي قال لك بقى اللي أنا كنت بقوله لك ده. طيب تعالوا بقى نروح للموضوع اللي كنت بحكي لكم عليه في أول حلقة واللي عجبني خالص، التعاون ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة التربية والتعليم، تنظيم 1040 نشاط لطلبة المدارس في حوالي طبعا ده مختلف المحافظات، في حوالي 890 مدرسة، الصورة اللي أنا بحبها هي، يستفيد منها 47,000 طالب. يوم الأنشطة، فاكرين يوم الأنشطة اللي اتكلم عليه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وقال ده لازم هيتعمل وهنبدأ من العام الدراسي ده يا جماعة؟ ادي يوم الأنشطة، شوفوا الصور حلوة، عارف انت كده الصور اللي تتكلم عن نفسها. بص مسألة حلوة جدا. لا مش ده الحكم الذاتي بقى يا زيمة، زيمة بفكرني زمان كان في حاجة اسمها الحكم الذاتي جوه المدارس، اللي هو يخلي انه المدرسة لمدة يوم تحت إدارة التلامذة والطلبة، تحديدا كانوا بيبقوا بتوع اتحاد الطلبة وبتوع الشرطة المدرسية، صح؟ أنا فاكر كويس، كنت أنا وقتها رئيس اتحاد الطلبة وأنا في المدرسة، فكان يبقى ساعتها إدارة المدرسة مش إدارة العملية التعليمية برضو، عشان لحسن بعدين دماغك تزقزق وتفتكر إن إحنا كنا على أيامنا بنخش إحنا الفصول وندرس ده كده بقى، يعني سعيد صالح في العيال كبرت، أنا دخلت لنفسي وشرحت وكتبت على السبورة بعدين طردت نفسي وروحت. لا هي بتبقى إدارة المدرسة مش الإدارة بتاعت العملية التعليمية. طيب بص بقى هنا الصور دي عجباني جدا قوي خالص، التعاون اللي حصل ما بين الوزارتين ثقافة وتربية وتعليم تعاون رائع رائع ومبهج، وشايف بقى العروض الثقافية كل ده بقى من ناحية وزارة الثقافة مسؤول عنه مين بقى جوه؟ هيئة أصول الثقافة، الهيئة العامة لأصول الثقافة، يتولاها راجل لطيف جدا ومخرج رائع جدا دكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا 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 بحضرتك أستاذ يوسف. إزيك يا دكتور؟ وأهلا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، ويعني دايما كده حضرتك يعني انا ببقى مبسوط والله وانا بتابع والله وانا اكتر يعني. انت عارف اصل انا احبك واحترمك واقدرك قد ايه، والحاجه الثانيه انا حقيقي مبسوط بالنشاط اللي بتعملوه في الهيئه بشكل عام وللتعاون اللي حصل ما بينكم وما بين وزاره التربيه والتعليم. حدثني واسهب القول، احكي لي. هو هقول لحضرتك والحقيقه يعني من اول يوم تولد فيه الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه حقيبة وزارة الثقافة، يعني لما قعدت معانا أول حاجة أكدت عليها إنه إحنا مهم جدا وضروري جدا إن إحنا نخرج بالثقافة للخارج، مش نستنى كمان الناس تدخل أصول الثقافة، يعني مهم جدا إحنا نبتدي نتحرك، فنتحرك في المدارس ونتحرك في الجامعات ونبتدي نتحرك في مراكز الشباب، وكانت دائمة على التأكيد على ذلك. ومن بداية الدراسة بالفعل تم تفعيل بروتوكولات التعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، وبدأنا بالفعل نتحرك في كل المحافظات. انت عارف حضرتك ان احنا عندنا مديريات ثقافة في كل المحافظات طبعا، وايضا مديريات تربية وتعليم. أيوه. فتم التنسيق ما بين السادة الزملاء في مديريات الثقافة في المحافظات والسادة الزملاء
في وزاره التربيه والتعليم، وبالفعل بدأ الشغل في المدارس. ويمكن ده إحصاء للشغل اللي خلال شهر أكتوبر ونوفمبر على فكرة، يعني يمكن يعني لسه إحنا في بداية العام الدراسي، إحنا بقالنا شهرين بس في العام الدراسي. وأكدت على فكرة إنه إحنا دايما بنوليها إحصائيا كل شهرين بما تم تنفيذه من فعاليات. فإحنا في كل المحافظات اشتغلنا في حوالي 890 مدرسة، وفعلا وصلت الانشطه لحوالي 1040 نشاط زي ما حضرتك نوهت يعني، وعدد المستفيدين يعني اكثر من يعني 47,000 طالب خلال الشهرين دول بقى. يعني كان في شغل بقى ورش وورش في المهارات والابداع واكتشاف مواهب طبعا في الادب والغنى والرسم، وفي مسابقات بتتعمل ومعلومات حول الرموز والمناسبات الوطنيه ولقاءات توعويه. الحقيقه يمكن رد الفعل رائع بيقوم بيه زمايلنا من وزاره الثقافه المتخصصين داخل الهيئه العامه لعصور الثقافه. اشتغلنا في كل المحافظات تقريبا، يعني في اقليم القاهره الكبرى وشمال الصعيد، في خمس المحافظات بتوع الاقليم، وايضا اقليم القناه وسيناء، واقليم جنوب الصعيد، واقليم شرق الدلتا الثقافي، واقليم غرب وسط الدلتا، واقليم وسط الصعيد الثقافي. بهذا الاجمالي ورد الفعل يمكن حضرتك شايفه، واحنا مستمرين في ده لانه في الحقيقه تعاون كبير ما بين وزاره الثقافه ووزاره التربيه والتعليم في ذلك. وهذا ما تؤكد عليه الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه، وايضا الدكتور دحجازي. الحقيقه يعني طول الوقت في متابعه حقيقيه، الزملاء في وزاره التربيه والتعليم بيقوموا بدورهم، والزملاء في وزاره الثقافه شغالين على هذا النسق. وايضا كمان هيبقى في الفتره القادمه زي ما حضرتك قلت كده، احنا هنزود هذه الاعداد كمان بالنزول لمراكز الشباب والتعاون مع مراكز الشباب طبعا. حلو قوي. طيب ده معناه ان في خطه، في جدول الى اخره، يخلينا ان احنا نقدر نوصل لتقريبا 21 مليون طالب في المدارس ولا ايه؟ باذن الله. يعني احنا على نهايه السنه فعلا هنكون تجاوزنا عدد كبير، عدد ملايين يعني. لان انا بقول لحضرتك احنا ده الشغل ده خلال شهر اكتوبر ونوفمبر فقط يعني. طب ده كويس جدا. طب انواع الانشطه اللي كانت بتمارس في هذا اليوم الرائع، يعني احنا 47,000 طالب شافوا ايه يا دكتور هشام؟ بص يا فندم، احنا بيبقى عندنا عروض فنيه، وعندنا مسرح للعرايس، وعندنا بنكتشف مواهب في الرسم وفي الغناء، واللي عنده ابتكارات علميه بيبقى تعمل لهم ورش وحكايات مفتوحه، لقاءات، ممكن يبقى في كتاب يتحكي لهم. حلو. بيتعمل لهم رسم، يعني بيتعلموا الرسم والتلوين. وفي الاخر احنا كمان يعني احنا بصدد معالي الوزيره موجهه ان احنا نعمل يمكن في نهايه العام الدراسي كده في كل مدرسه نزلناها معرض بالاعمال الفنيه المتميزه للطلبه خلال العام، يبقى الطالب حس ان هو لما قدم حاجه كمان اسرته هتيجي تشارك معاه، وهتيجي تشوف نهايه السنه زي ما هو اشتغل على فكره ان هو ذاكر ونجح كمان، لا ده كمان في موهبته احنا راينا الموهبه، ومش بس سيبناه ان هو موهوب او دربناه وبس، لا ده كمان اهله يجوا يفرحوا بيه عشان تبقى المدرسه مع وزاره الثقافه مع الاسره يقدروا يطلعوا طالب احنا نفخر بيه بالنسبه لوطننا العزيز. ولقيتوا اقبال من التلامذه على كده؟ انت ممكن حضرتك شوف الصور بقى وشوف. انا شفت الصور فرحان داخل الفصول اللي عاملين ازاي وفرحانين طبعا. انا شفت الصور وقلت كده بالظبط، واضح انه الولاد مبسوطين فرحانين، يعني كانهم كانوا مستنيين اللي هو احمدك يا رب. لا واحنا أنا يعني احنا بنوعد حضرتك وبنوعد الساده المشاهدين ان احنا مستمرين في هذا التعاون خلال العام، وكمان عندنا تصور كمان في اجازه نص السنه او في اجازه السنه الدراسيه ان شاء الله. باذن الله باذن الله ربنا يوفقكم، وجهد الحقيقه بجد من قلبي تشكروا عليه، وشدوا حيلكم كمان وكمان. كل الشكر لمحدثنا الرائع الدكتور المخرج هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه. طبعا الولدين بتوع الصوره اياها دي كده اصبحوا اشهر اتنين تلامذه في مصر خلاص، هتلاقي اكيد كل البرامج كل المواقع ناشره صوره خلاص، صاروا من المشاهير. ما تشغلوش نفسكم بالشهره، ممكن والنبي ما تشغلش نفسك بالشهرة، اشغل نفسك بجودة المنتج اللي انت بتطلعه، منتج فكري، منتج صناعي، منتج تجاري إلى آخره. اشغل نفسك بده، العالم القوي بيتشهر من غير ما بيشغل نفسه بالشهرة، الدكتور العظيم بيتشهر من غير ما بيشغل نفسه بالشهرة، المهندس الرائع بيتشهر من غير ما يشغل نفسه بالشهرة. ما تشغلش نفسك بالشهرة، الشهرة شيء قشري جدا، هامشي جدا، ولا ليه اي اهميه على الاطلاق. الاهميه الحقيقيه في اللي انت بتقدمه للانسانيه، للبشريه، للمجتمع، ايا كان حجم المجتمع، مجتمع من اول اسرتك الصغيره خالص دي جوه بيتكم
لحد الإنسانية كلها. ما تشغلش نفس عشان ده جيل حابب الشهرة زيادة عن اللزوم. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طول عمري مش هزار بجد بجد يعني بقعد أسأل نفسي من أنهي بوابة من بوابات الجنة خرج علينا الأستاذ عمار الشريعي بالموسيقى بتاعته. وكنت أسمع حكايات عن الأستاذ عمار من والدتي عشان هم كانوا زملاء في كلية الآداب بجامعة عين شمس زمان. فكنت أسمع حكايات كتير عنه. وطبعا ما كانش لي بقى حظ ان انا قبله يعني عيل صغير، فكنت اسمع حتى كمان عن خفة ظله المعروفة والمعهودة. اعجابي طول الوقت وانا اظن كل جيلي يعني واظن الاجيال اللي بعدية واللي قبلية طبعا يعني اعجاب مذهل بموسيقى الشريعي. خلي بالك المسألة النهاردة مش بس علشان 10 سنين على رحيل هذا الموسيقار العظيم والكبير والمهم وعميق الأثر، لكن بمنتهى البساطة هو فعلا عمود رئيسي في الموسيقى المصرية والموسيقى العربية بشكل أكثر عمومية. عمار الشريعي تقدر تعتبره وتوصفه وانت قلبك جامد كده؟ مش انه صاحب بسمة موسيقية او بصمة موسيقية كبيرة او هامة، لا ده راجل عمل تجديد كامل في شكل الموسيقى المصرية. وخد بالك من كلمة الموسيقى المصرية، وهنا لازم تقعد تفكر مع نفسك كويس هو ايه السر ورا انه اهم مسلسلات عربي بين قوسين مصري بطبيعة الحال تجد ان الموسيقى التصويرية وموسيقى التتر والنهاية عمار الشريعي، فتجد انه موسيقى الشريعي بجانب كلمات يا سيد حجاب الله يرحمه، يا عبد الرحمن الابنودي الله يرحمه، وبعدين صوت محمد الحلو ربنا يا رب يديله الصحة دايما، وعلي الحجار ربنا يديله الصحة دايما، وبعدين حط بقى هنا ايه نقطة وسطر جديد، لا جر خط بقى، ازاي عمار الشريعي عرف يعمل لنا موسيقى متعلقة بوجداننا الوطني، مش وجداننا الثقافي والفني والموسيقي، الوجدان الوطني، يعني موسيقى عمار ازاي تقدر تحرك وجدانك وحسك الوطني طول الوقت طول الوقت. وهنا مش بقولك انها الموسيقى بتاعت وجدانك الوطني المرتبطة مثلا برأفة الهجان او دموع في عيون وقحة، لا يا راجل انت لو قعدت سمعت موسيقى عصفور النار، وهنا الواحد يفتكر بكل خير ويخص بالذكر أستاذة فردوس عبد الحميد اللي غنت مع عمار الشريعي تترات عصفور النار. طبعا احنا هنا بنتكلم بقى على ايه، الاستاذ محمود مرسي ربنا يا رب يرحمه العملاق العظيم الكبير، اهم ممثل جه في تاريخ مصر، اهم ممثل قاطبة في رأيي المتواضع. بس محمود مرسي ده اصله ربنا يا رب يرحمه ده حدوته حدوته كبيره، بس محمود مرسي ده لازم يتعمل عليه فيلم سينما مسلسل كبير لازم يعني. طيب فهنا تقعد بجد تقعد تفكر هي المسألة مش في أنها موسيقى جميلة أو عشرات الأغاني أو مش عارف ألحان أهم وأكبر المناسبات، لا عمار الشريعي حاجة مذهلة. وأنا أقدر أقول لك على سبيل المثال أنا من الناس بقى اللي بتحب إيه بقى، مش بس موسيقى عمار الشريعي مع حفظ اللقب طبعا لأنه كبير قوي عندي وعند طبعا ملايين المصريين، بس فعلا كبير قوي عندي. أنا بحب صوت عمار الشريعي، بقعد أسمعه، بسمع الأغاني القليلة والنادرة اللي غناها الأستاذ عمار. عايزك تسمع صوت عمار الشريعي وهو بيغني مفعم ممتلئ ممتلئ مشبع مشبع بالعاطفة وبالإحساس. احنا معانا على التليفون مراد عمار الشريعي نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي. ازيك يا مراد؟
ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل والله ايه؟ يعني مش الحمد لله، مش عارف اقول ايه والله بعد الكلام ده كله. لا انت يعني تقول اللي انت عايزه، لانه الوالد اثر في انا داخل تقريبا على 48 سنه يا مراد، وانا كنت بقول الوالد كان زميل وصديق لوالدتي من ايام كليه الاداب بجامعه عين شمس، وكان معاهم بالمناسبه الله يرحمه يا رب استاذ فاروق الفيشاوي. فوالدك كبير قوي عند كل مصر وعند كل العرب، كبير قوي يا مراد. انت زمانك اتخرجت من الجامعه، انا فاكر انت اتخرجت من المدرسه ثانويه عامه سنه 2016 صح؟ ده حقيقي. مظبوط مظبوط. انت اتخرجت من ايه يا مراد؟ 2016 المدرسه، و2020 سنه الكورونا الجامعه، اتخرجت قسم كمبيوتر ساينس. ما شاء الله ما شاء الله. ما اشتغلتش موسيقى ليه يا مراد؟ ايه كمبيوتر ساينس ده؟ جميل ورائع وحلو وشيء تكنولوجيا وبتاع. والله مش بايدي، والله لو كان بايدي، بس هو يعني بقى اللي اتربى يعني بيت بابا ما ينفعش يعمل ده. بيت بابا وبيت ماما يعني استاذه ميرفت. وانا مش عايز برضه اكبر استاذه ميرفت يعني، بس انا اصل انا طول عمري كنت اقعد اسمع البرنامج الموسيقي معكم ميرفت القفاص، فانت مش متخيل والدك ووالدتك تحديدا، مش هزار والله العظيم دون اي مجامله، اثروا في حياتي الى اي مدى وفي ثقافتي الموسيقيه بانهي شكل. انا جزء من فخري قدام ولادي اللي هم يعني اصغر منك بسنتين ثلاثه، جزء من فخري ان انا من المستمعين الناهمين للبرنامج الموسيقي وتثقفت موسيقيا عن طريقه يعني. لا ده كلام انا متاكد ان هي سامعانا دلوقتي يعني، والنبي يتسلم عليها قوي قوي يعني. يوصل بالتاكيد. هو فعلا كانوا في البيت يعني ماسكين ما شاء الله الغربي والعربي. يعني هم اصلا اتقابلوا عن طريق الاذاعه يعني. صحيح صحيح. طب وازاي مراد ما طلعش موسيقى يعني؟ ما انا مش فاهم. والله مش بايدي، بس هي بجد الموهبه يعني عن بابا ما شاء الله كانت باينه من سن صغير خالص. صح. يعني من قبل ما هو يوعى اصلا كان في بيانو في البيت، يا دوبك صوابعه جت عليه لقوه بيطلع مزيكا، حاجه مثلا كانوا سمعوها في الراديو او كده، اللي هو ازاي الولد ده من غير اي تعليم ولا مقدمات للاله ولا اي حاجه، وهو يعني معلش مش شايفها قدر يطلع كل ده. فهي كانت الموهبه باينه من زمان قوي، وكان وصل مثلا في المدرسه في المرحله الابتدائيه 8 9 سنين كان بيألف مقطوعات يعني لوحده للمدرسه لحفلات المدرسه. فالموهبه الحقيقيه دي بتبان من بدري خالص يعني. انا مع اني مثلا كنت متربي بلعب بيانو وعزفت في الاوبرا، بس كل الحاجات دي لازم يكون كمان معاها الموهبه الربانيه دي. صحيح. وللاسف يعني ربنا اداني حاجه تانية بقى. ربنا ادالك اكيد موهبه تانية في مساله التكنولوجيا وعلوم الحاسبات والحاجات بتاعه الناس العباقره دول، فعبقري ابن عباقره برضه يا مراد يعني. ربنا يخليك. طب مراد انا عايز افكر معاك بصوت عالي، ما بتفكروش انه نعمل إعادة إصدار لمؤلفات الأستاذ عمار، ممكن أحياناً بتوزيعات جديدة، ممكن بنفس التوزيعات يعني؟ مش عارف، أنا بحلم معاك يعني بصوت عالي. لا لا خالص، بالعكس، ده احنا دايما انا وماما مرحبين جدا لما بتجيلنا اي فكره او اي حاجات دي، سواء حفلات او اعاده نشر لالحان قديمه باصوات جديده، لان يعني حقيقي حاجات زي دي لازم تتعمل. بس هو المشكله لان احنا مش يعني ما نعتبرش في الوسط دلوقتي، فاحنا ما نمتلكش ان احنا نعمل حاجه زي دي من نفسنا. بس دايما لما بتجيلنا اي اقتراحات او اي حاجه نكون مرحبين بيها وداعمين جدا بيها في كل المستويات يعني. وان شاء الله يعني كانت في حاجات طلعت في السنتين اللي فاتوا، وحاجات اكتر ان شاء الله هتطلعها. واحنا كمان شغالين بنحاول نجمع يعني على قد ما ممكن، ننزل المكتبه بتاعت عمار الشجاعي اونلاين. طبعا في حاجات قضيه حقوق ملكيه وحاجات كده، بس على قد ما نقدر بنحاول ننشر حاجات نادره زي ما كنت حضرتك بتقول، الحاجات كمان اللي بصوت بابا، لان دي حاجه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. بس هو كان يعني شوف سبحان الله يعني، عمار الشجاعي شايف ان صوته ما مش 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 حلو، مش عاجبه يعني، ما كانش يحب الحاجات اللي بتنزل في المسلسلات والافلام تكون بصوته هو. فالتسجيلات بقى اللي في الاستوديو والحاجات النسخ اللي قبل الفاينل كات اللي بتنزل دي بنحاول نلمها على قد ما نقدر ونحولها ديجيتال وننشرها بقى للناس ان شاء الله عشان يعني يستمتعوا بيها.
فوالله شغالين على قد ما نقدر يعني. يعني محتاجين يحصل مثلا تربيط طبعا عشان الحفاظ على حقوق الملكيات وما الى ذلك، تربيط كده مع المنتجين اللي بيمتلكوا هذه الحقوق، ونساعد انه هذه المكتبه تبقى موجوده على البلاتفورمز الكبيره بتاعت الموسيقى اللي حوالينا يعني طبعا. عشان نقدر كمان بالضبط. نستمتع. انت متخيل كم المجهود اللي انا ببذله عشان اسمع مثلا حاجه من عصفور النار، حاجه من البريء، يعني بقعد ادور كتير يا مراد، انا تعبت. لا مع الاسف هو فعلا يعني، بس والله يعني في تحسن كتير، ودي حاجه كنت بصراحه يعني نفسي اشيد ليها في البرنامج بتاع حضرتك. الصفحه الرسميه بتاعت بابا على الفيسبوك دي مقيمين عليها مجموعه شباب بجد، يعني هم شباب وكبار وصغيرين وكل حاجه، بس عاملين جهد رائع يعني، بجد حاجه مشرفه جدا، ويعني كل انا بجد مديون لهم، لان هم بيعملوا كل الشغل ده بس مقابل حبهم ربما، يعني مفيش اي مقابل مادي ولا اي حاجه، وبيجيبوا حاجات نادره بطريقه يعني، سواء اللقاءات او الحان مثلا موسيقى داخليه من مسلسلاتنا، بجد عاملين شغل رائع، ويعني بجد يا ريت كل اللي بيسمعونا دلوقتي بس يخشوا يشوفوا الحاجات اللي بيعملوها والحاجات اللي بيطلعوها، بجد شغل رائع يعني. لو ينفع بس اقول يعني اسامي بس بعض، هو المقيمين بيا خالد الشنواني ده كان مؤسس الصفحه، بس احمد طراح، تامر انديل، وليد حجاب، ريم حامد، ريد حسين، ايا الشربيني، رانيا الحلواجي، بجد انا مديون للناس دي على الشغل الرائع اللي بيعملوه، مش بس في الذكرى بس طول السنه، يوميا بتلاقي حاجات نادره هم منزلينها، مش عارف بيجيبوها منين والله. والله انا اضم صوتي لصوتك، واحنا كمان مديونين ليهم بان هم بيجمعوا لنا التراث الموسيقي بتاع عمار الشريعي بصراحه، يعني حاجه تفرح. حاجه تفرح. لا 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 حقيقي، وحاجات قديم وجديد، لان انا للاسف لان بابا يعني توفى وانا يعتبر في سن صغير شويه، فما كنتش ناضج قوي اني يعني، انا كانت علاقتي بموسيقى بابا الحاجات اللي انا حضرتها بنفسي بس، كله بما قبل 98 قبل ميلادتي، دي حاجات انا بكتشفها وانا كبير دلوقتي، وانا مكسوف طبعا اني بقول حاجه زي كده، بس فبجد بيساعدوني اشوف حاجات انا ما كنتش سمعتها لبابا قبل كده يعني. انا اعتقد انه التكنولوجيا اللي انت خدت قرار تتخصص فيها ممكن هتساعد في ان احنا نقدر نوصل اكتر للتراث الموسيقي بتاع استاذ عمار، وفي نفس الوقت وارد جدا انه يبقى في توزيعات حتى بانماط حديثه للموسيقى دي، بحيث انه اجيال جديده حتى اللي اصغر منك واللي جاي بعد كده ب 30 و40 سنه يقدروا يسمعوا الموسيقى دي ويتذوقوها، وبرضه بالانماط الجديده اللي بتطلع. مظبوط مظبوط، هو فعلا إعادة النشر دي أهم حاجة، ولعلمك والله حتى من غير تصيغ جديد ولا أي حاجة، أنا مثلا حد تعرفت على فرقة الأصدقاء وأغاني فرقة الأصدقاء طبعا، وأنا مثلا في مرحلة الجامعة دي، وحقيقي الكلام والألحان وكل حاجة لسه معاصة كأنها لسه طالعة أول امبارح بجد يعني، سيد حجاب وعمر وطيشة كاتبين كلام بجد يعني مش مرتبط بزمن معين طبعا، يعني كلام المصري العامي بتاعنا مع مزيكة بابا توليفه يعني، يا ريت والله الاصدقاء، انا هكون اول حد اروح اجيب تذكره ان احضر حفله للاصدقاء تاني. والله احنا ممكن نفكر نحاول نعمل حاجه زي كده حتى ولو جوه البرنامج، ان مجموعه الاصدقاء كلها يبقوا موجودين معانا في حلقه، وانت تبقى معانا واستاذه ميرفت، ويعني نعمل سهرة كبيرة كده احتفاء بموسيقى الشريعي بجد، يعني لازم نعمل حاجة زي كده. حقيقي يعني هو والله يستحق كتير قوي، يستحق اكتر من كده، ده بجد يا مراد احنا حبينا ان احنا نسمع صوتك، وحبينا ان احنا نقعد نفكر ونحلم معاك بصوت عالي حبتين. استاذ عمار ده يعني انت مش متخيل زي ما بقولك عمل ايه في تكوين وجدان اجيال في مصر وفي المنطقة العربية. أنا بشكرك جدا يا مراد، وأنا عارف أن أنت ممتلئ بالفخر بأنك أنت ابن الأستاذ عمار، ربنا يرحمه يا رب، 10 سنين على وفاته، وتظل موسيقى جزء من الثقافة المصرية والثقافة العربية. خلونا نروح لخامس سنة، مبنى مكتبة اسكندرية بينور برتقاني، حلو كده؟ ليه اللون البرتقالي؟ اليوم البرتقالي ده، أسف، اللون البرتقالي ده متعلق باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. في مبادرة كبيرة جدا اسمها لون العالم برتقاليا. دي حملة
بتاعت اتحدوا، وهي حملة اتحدوا الأمين العام للأمم المتحدة علشان انه يبقى في تلاحم تضافر ما بين كل الناس في البشرية تقف امام العنف ضد المرأة. ومكتبة اسكندرية الحقيقة لونوا او اضاءوا المكتبة باللون البرتقالي. معانا على تليفون دكتور مروى الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبة الاسكندرية. اهلا بك يا دكتور مروى. حضرتك ومساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك. مساء النور، اهلا بك. غير اضاءة المكتبة باللون البرتقالي، انشطة المكتبة كانت ايه في اطار هذا اليوم او في اطار هذه المبادرة؟ الحقيقة هي حملة اسمها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أقرتها الأمم المتحدة، بتبدأ في يوم 25 نوفمبر، وده طبعا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي احنا كل سنة وزي ما حضرتك ذكرت على التوالي 5 سنوات بنحتفل في هذه الحملة، بنعقد عدد من الأنشطة المختلفة والفعاليات. لو بنتكلم على السنة دي، احنا بنتكلم على احنا بدأنا في يوم 27 نوفمبر، دي كانت بداية الحملة او حملة 16 يوم. بدأنا بفعالية خاصة بتمكين المرأة الصحي وأفكار عن مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عدد من الشراكات مع المجلس القومي للمرأة ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان يعني عدد كبير جدا من الأنشطة اللي تمت في اليوم ده، يوم 27، مسرحيات، توعية، ما إلى ذلك. ثم انتقلنا من 28 ل 30 نوفمبر، كان في ورشة عمل اسمها حكي الفراشات، متعلقة بأن احنا زي بنساعد الناجيات من العنف سواء كانوا مصريات أو عرب ولاجئين داخل مصر، بيحكوا تفاصيل معاناتهم والمشكلة دي بس من خلال شكل مختلف وغير تقليدي، وهو السايكو دراما وبتعبير حركي، ويتعلموا زي انهم يكتبوا يعبروا عن كل المشاكل اللي تعرضوا لها من خلال النشاط ده. ويوم 6 ديسمبر اللي تمت فيه الإضاءة، كان في البداية في عرض مسرحي اسمه عرض حكي الفراشات، قدروا انهم يطبقوا كل اللي اتعلموه في ورشة العمل دي من سايكو دراما ومن تعبير حركي ومن كتابة لمسرحية، عرضوا المسرحية على الجمهور في مكتبة اسكندرية. ثم انتقلنا إلى وقفة على ساحة الحضارات أو البلازا لمكتبة اسكندرية، وقفة صامتة بالأعلام البرتقالية زي ما حضرتك شفت والبالونات وما إلى ذلك، بحيث إن احنا بنعبر عن فكرة إن احنا نتحد لمناهضة العنف ضد المرأة. ثم في المساء بقى اللي هو مساء 6 سبتمبر تم إضاءة المكتبة باللون البرتقالي أسوة بكل المعالم الدولية في كل العالم اللي بتتحد إنها تنار بي أو تضاء باللون البرتقالي، على أساس إنها تعبر عن فكرة إن اللون البرتقالي ده بيعبر عن فكرة إن إحنا بنناهض العنف ضد المرأة وإن إحنا بنتحد لنقف ضد هذا العنف. عظيم جدا. طب أنا عندي سؤال لدكتور مروة، كل هذه الأنشطة هل بيشارك فيها أطفال ومراهقين ولا لأ؟ طبعا، يعني احنا الحقيقه انه قطاع البحث الاكاديمي يعني لديه برنامج متخصص لدراسات المراه والتحول الاجتماعي، انشئ في 2017، مهتم جدا بالمراه بالفتاه، وايضا انه لازم يكون في الانشطه في رجال وبرضه يعني شباب واطفال وفتيات صغار بيشتركوا في النشاط اللي احنا بنقوم بيه. بنهتم جدا في البرنامج بفكره بناء القدرات، ازاي ان احنا نعرف في الناس او نوعيهم، نبني قدراتهم في هذا المجال، ازاي نقدروا ينهضوا انماط واشكال مختلفه من العنف ضد المراه، يتعرفوا عليها، ازاي يقاوموها سواء كانوا بقى فتيات او فتيان، يعني ما فيش تفرقه. طبعا طبعا، انا بشكرك جدا لدكتور مروى، كل الشكر ليكي دكتور مروى الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه. فاصل وهنبدا فقرتنا ولا فاصل لسه عندنا اخبار يا اولاد؟ هنبدأ فقرتنا. طب احنا فقرتنا بقى بالمناسبة عن التحالف الوطني، طيب وازاي التحالف الوطني ده هو عبارة عن مظلة للتنمية من ناحية، الحماية الاجتماعية من ناحية، والتوعية من ناحية تانية. خلونا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيفتنا دكتور نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، استنونا.
طيب التحالف الوطني للعمل الأهلي هو مظلة جامعة شاملة مجملة للكثير من النشاطات اللي بتقوم بيها منظمات العمل الأهلي. طيب أنا زي ما كنت بقولك في تصوري أنه هذه المظلة هي مظلة لعمل تنموي ولعمل اجتماعي ولعمل توعوي. خلونا نرحب بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو دكتور نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني العمل الأهلي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ مسألة أنه يبقى التحالف هو مظلة لثلاث فروع أو لثلاث اتجاهات ومحاور رئيسية، تنمية، حماية اجتماعية، وتوعية، صح؟ ده حقيقي. ويمكن هو يعني المجتمع المدني في مصر مجتمع قديم وراسخ ويعني له تاريخ مشرف من العمل سواء في مجال التنمية أو في مجال الحماية الاجتماعية أو في نشر الوعي وتعزيز الثقافة. الحقيقة احنا السنة دي قلنا نستغل بقى فرصة إعلان سيادة الرئيس ان 2022 عام المجتمع المدني ويبقى في تعزيز على المفهوم ده، انه لقينا انه في مجهودات بتتم كبيرة جدا ومهمة، يمكن حتى في صروح بعض الناس ما كانتش تعرف ان دي منشأة بسبب جهود تطوعية وجهود من المجتمع المدني زي جامعة القاهرة مثلا اللي هي تعتبر أهم جامعة في مصر. صح. فالحقيقة المجهودات دي على مدار السنين اللي فاتت كانت بتفتقد نوع من أنواع التنسيق، ومن هنا جت فكرة أن يكون في مظلة واحدة اللي هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي تم إشهاره يمكن احنا عمرنا 9 شهور دلوقتي. تم انضمام عدد كبير من الكيانات الكبيرة والمهمة في العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة، وده عشان يبقى فيه يعني نوع من التنسيق ونبقى شايفين الأرض بشكل أفضل، نبقى فاهمين كل حد بيتحرك في أنهي اتجاه، يبتدي يبقى فيه تكامل كمان في الجهود وفي الخطط. أنا كنت أسمع زمان أنه كل المنظمات أو الجمعيات إلى آخر وهي بتتشارك مع بعضها في الداتابيز المتعلقة بالناس اللي المفروض أنه يذهب إليهم إنتاج أو المنتج بتاع الجمعيات، فعشان كده بسأل طب وليه عملنا تحالف لما كنا كده احنا بنتشارك في الداتابيز أو في قواعد البيانات؟ إيه الأهمية من وجود التحالف؟ هيؤدي إلى إيه؟ هو الحقيقة التشارك ما كانش بالشكل يعني المنظم أو اللي نقدر نحن نعول عليه، هو كان بيحصل بمبادرات فردية أو ودية ما بين بعض الجمعيات ومؤسسات أخرى، فما كانش ليه نسق معين نقدر نحن نعتمد عليه. حلو. التحالف لا، يعني أسس ده أنه بقى في عندنا قاعدة بيانات موحدة للتحالف، بنتكلم أن أنا بقى عندي قاعدة بيانات عليها بيانات أكتر من 37 مليون مواطن، ودي تبقى يعني سابقة الأولى من نوعها. 37 مليون مواطن. دول اللي هم يعني القاعدة الأكثر استحقاقا، اللي هم مرتبين في نسق أسر معينة حوالي 9.2 مليون أسرة، دول الأكثر استحقاقا أو المستهدفين والمنوط بيهم العمل الجمعيات الأهلية في مصر. طبعا أنا يبقى عندي بلاتفورم واحد أو منصة واحدة أو قاعدة بيانات واحدة عليها كل البيانات دي تبقى سابقة الأولى من نوعها، خلتنا نقدر نشوف التدخلات التنموية بشكل أفضل، نقدر إن احنا حتى يبقى عندنا يعني رصد للتجارب ومدى نجاحها ومدى قدرتها على تغيير حياة المواطنين وجودة حياتهم، لأنه الفكرة أبعد من إن أنا أدي مواطن كرتونة مواد غذائية طبعاً. أو إن أنا أساعده بإعانة شهرية، الموضوع أبعد من كده، والمفروض إن هو يكون أشمل عشان أنا أبتدي أحس إن في تغيير في جودة حياة المواطنين، ونبتدي نروح لمرحلة تانية نبقى فيه تخارج بقى من دائرة الفقر، ما يكونش طول الوقت أنا عندي قاعدة بيانات عليها نفس الأسر لمدار سنين طويلة جدا، هم دول نفس الناس اللي بتستفيد من الدعم الغذائي أو المادي أو غيره، طيب إمتى هو هيبقى مواطن يعني قادر على إخراج الزكاة بقى؟ يعني هو ده يمكن حلمنا، أن يبتدي المواطنين دول كلهم يتحركوا من دائرة الاستحقاق لدائرة أن هم عندهم استقلال مادي. طبعا ساعدنا في ده وجود قاعدة بيانات، قدرنا هنشوف البروفايل بتاع المواطنين بشكل واضح أكتر، نبني على ده مجموعة من التدخلات اللي هتغير حياتهم، إنه النهاردة أنا لو عندي مرأة معيلة كنت بروح أديها مكنة خياطة أو بديها رأس ماشية عشان تربيها، بعد سنة في المتابعة والتقييم بنلاقي إنه هي حالها نفس الحال، وده لأنه وأنا بساعدها ما انتبهتش إن هي عندها أزمة صحية مزمنة أو عند ابنها، فاضطرت تبيع. يا إما العائد بيروح على طبعًا. العلاج، يا إما بتبيع، يا إما هي غير قادرة على العمل. بالظبط. فالنهارده بقيت لا، يعني لو عايزاها تتمكن اقتصاديا وتبتدي تشتغل يبقى لازم أحللها الأزمة المزمنة اللي هي بعد ما أنا هسيبها وأمشي هي هتتصرف في الحاجة دي في رأس المال اللي اديتهولها أو مش هتبقى قادرة على الشغل، فبدأ يبقى فيه تدخل صحي الى جانب التمكين الاقتصادي وهكذا. يعني احنا بدانا انه يبقى في حزمه متكامله من الخدمات بنستهدف بيها المواطنين بتوعنا عشان يبقى في عندنا نوع من انواع فعلا تخرج من الفقر، نوع من انواع الاكتفاء الذاتي. طيب
هسأل يمكن شوية أسئلة كده في الأول، أو سؤال سريع، قلت لي بقى 37 مليون دول كم أسرة؟ دول حوالي 9.2 مليون أسرة. 9.2 مليون أسرة، يعني المتوسط العام بتاع الأسرة 4 تقريباً. تقريبا. أوكي. طيب الحاجة بقى اللي بعدها، العمل الأهلي قديم في مصر زي ما قلتي، ويمكن من أول ما كان بيتم جمع التبرعات لإنشاء جامعة القاهرة، الأميرة فاطمة تبرعت بمساحات من الأراضي وما إلى ذلك، لكن أنتوا لمستوا قبل إعلان التحالف، بلاش قبل إعلان التحالف، قبل حتى 2014، عدد الأسر كان بيزيد ولا ثابت؟ لا، هو الحقيقة احنا قبل 2014 كان في حالة، هنقول ايه، حالة فوضى. احنا ما كناش قادرين نرصد ده، يعني حتى المستفيدين على الأرض، المستفيد احنا ما نقدرش نقرر اذا كان هو مستحق ولا مش مستحق. أوكي. كان في حالة من يعني الفوضى فعلا، سواء في المستفيدين، سواء في توزيع الإعانات، سواء انه كمان العمل ما كانش بيتم بأغراض تنموية اكتر من هو كان بيبقى ليه أجندات اخرى. فاحنا رجعنا دلوقتي يمكن في اخر 8 سنين ان بدأ أجندات اخرى. يعني ده شغلتي لازم اسال بصراحه، ما اقدرش افوت. اجندات اخرى شبه الايه؟ شبه اجندات يعني ممكن نقول انها سياسيه، توجيه راي العام باستخدام الشغل بتاع الجمعيات الاهليه، وده طبعا يعني احنا مش هنتكلم حتى في اي تفاصيل غير انه بحكم القانون ده ممنوع منعا باتا، لانه انا جمعيه اهليه او انا مؤسسه اهليه او انا مجموعه من المتطوعين بقوم بدور تنموي بحت، دور عمل اهلي بحت، عمل خيري بحت، ما ينفعش ان هو يبقى تحت اي مظله يا اما حزبيه او سياسيه او حتى دينيه. ده ما ينفعش. كان في حاجات كده ماركت بتاعي يده شويه زيت وسكر ومعاه اشارب وان شاء الله يا اختي نشوفك السنه الجايه وانت محجبه، يعني كان في جو كده. ده حقيقي. وكان بيبقى في نوع من انواع انه فعلا يعني انا بعمل ده عشان يبقى في وقت معين عندي قدره بقى على الحشد والتعبئه، لان الناس دي اللي استفادت مني في فتره معينه وانا استغليت حاله العوز اللي عندهم او احتياجهم. صح. ووقوفي جنبهم في انه في مرحله معينه اقدر ان انا استدعيهم. فالحقيقه ده يعني العمل الأهلي في مصر هو من أهم الملفات، وملفه متصل مع المواطن. أنا دايما بقول إحنا متواصلين مع المواطن في أكتر الحالات، حالات الضعف وحالات رقة الحال، فده مسؤولية كبيرة علينا، مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء، إن أنا في الآخر ما استغلش احتياج هذا المواطن، إن أنا ابتدي أفرض عليه أجندة معينة أو تفكير معين أو أي اتجاه معين. فإحنا بنحاول نرجع الأمور لنصابها زي ما بيقولوا. العمل الأهلي هو دوره هو دور تنموي، دور تكافل وتضامن مع المواطنين، وما يبقاش أبعد من كده. طيب برضو لفت نظري في الكلام مسألة التمكين الاقتصادي بتاع هذه الأسر وما إلى ذلك. في ناس زي ما قلتي بيبقى نتيجة المرض هي مش قادرة أو هو مش قادر يشتغل، فبياخد الشيء اللي انت اديتهوله يبيعه بتراب الفلوس ويتصرف على العيال. وفي جزء تاني متعلق بثقافة عشان أبقى أمين جدا في الطرح، هو مش ناوي يشتغل حتى لو صحته بمب، هو عاوز ياخد الحاجة عشان يبيعها بتراب الفلوس وبعد كده يقعد مريح وقاعد عمال بيبص في السقف. ده بتتعاملوا معاه ازاي؟ فكرة النمط بتاع التفكير ده، الثقافة دي. هو الحقيقة احنا فكرة ان احنا نوصل لمرحلة الدعم المادي او ان انا اديله رأس مال او مشروع، دي احنا بنوصلها بعد مجموعة من المراحل، اللي هو انا الاول بيبقى عندي بحث اجتماعي حقيقي بيقوم بيه ناس هم دي شغلتهم، ان هو ينزل على الارض ويبتدي يتحرى عن هذا الشخص. هو فعلا مش بيشتغل عشان مش لاقي فرصة، عشان كان عنده فكرة ومش لاقي اللي يمولها، ولا هو مش بيشتغل عشان هو مش عايز يشتغل. فانا فكرة انه برضو يعني كل اموال الجمعيات الاهلية ومؤسسات الاهلية هي تعتبر في نطاق المال العام، لان هي اموال زكاة وصدقات واحنا يعني بنبقى مؤمنين عليها. فان انا ابتدي امول مشروع او فرصة عمل لشخص من غير ما اتاكد انه هو فعلا عنده نية انه يشتغل، دي الحقيقة يعني بقت بتتم في أضيق الحدود. حتى لو تم ده احنا بيبقى عندنا آليات للمتابعة كل 3 شهور وكل 6 شهور أشوف مدى يعني قدرته على استدامة العمل، لأنه ساعات هو حتى بيبقى يعني عايز يشتغل ولكن مثلا ما عندوش التأهيل الكافي، بدأ يشتغل بس مش عارف يسوق السلعة بتاعته. فالحقيقة احنا بنفضل معاه في منظومة بقى متكاملة لحد آخر الطريق. ويمكن يعني المجتمع الأهلي واخد الدفعة القوية دي، هو يعني سيادة الرئيس مش بس السنة دي أعلن عن مجتمع مدني، هو أشاد الحقيقة بمساهمات العمل الأهلي والمجتمع المدني في يعني كثير من المناسبات، ويمكن كانت آخرها في 2018 لما أشاد بده أثناء افتتاح يعني مستشفى القوات المسلحة، وقال إن هو
العمل الأهلي في تقديم الخدمة الصحية متميز جدا، بيقدم خدمة بجودة عالية، وان هو بيأمل ان كل المستشفيات المغلقة المجتمع المدني هو اللي يعني يستلمها ويبتدي يعيد تاني تشغيلها. فاحنا لما بنتكلم مثلا في مجال زي مجال الصحة، 35% من الخدمة المقدمة في الصحة في مصر هي من المجتمع المدني، وده رقم يعني جدير بتوقع. 35% بالظبط، أكتر من ثلث الخدمة الصحية المقدمة في مصر هي طالعة من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات عمل أهلي. لازم احنا بعد كده هنجي لكم بدل ما بنكلم الدكتور حسام عبد الغفار. يعني هنقول لكم أنتوا بعد كده. وبدأنا دلوقتي يبقى في تنسيق حتى مع المستشفيات الجامعية ومع وزارة الصحة على كل المستويات، بحيث إن احنا نبقى موجودين في مناطق ممكن تبقى الصحة متواجدة فيها ولكن الوحدة الصحية ينقصها طبيب، أنا موجودة بعيادة تبع مجتمع مدني، فأبتدي إن أنا الطبيب اللي انا متعاقده معاه يبقى موجود في الوحده الصحيه. احنا بدانا حتى نخطط ازاي ده يبقى فيه نوع من انواع التكامل، بقى احنا عدينا مرحله ان يبقى فيه تكامل ما بيننا وما بين بعض، دلوقتي الاتجاه يبقى فيه تكامل مع الدوله كمان، ابقى بشتغل بالتنسيق مع الدوله. سوا بتتكاملوا مع وزاره الصحه طبعا ومع التعليم العالي، وده مهم وفي ملفات مختلفه. ويمكن بدانا يعني السنه دي ده شهد بقى انفتاح على معظم الوزارات، احنا يمكن بصدد ان احنا يبقى فيه تكامل ما بيننا وتعاون مع وزاره الزراعه، مع وزارة التنمية المحلية في ملفات مختلفة وملفات كتير جدا. طب الصحة والتعليم العالي علشان مستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، فده الملف بتاع الرعاية الصحية. الزراعة و التنمية المحلية والتضامن، يعني الحقيقة لأنه حضرتك عارف يعني المجتمع المدني فعلا هو داخل في كل ملفات التنمية في الدولة المصرية، مفيش ملف احنا مش بنشتغل فيه، ويمكن في بعض الملفات احنا بنشتغل فيها بشكل حصري زي الملفات مثلا الخاصة بالتعليم والتعليم المجتمعي، مدارس التعليم المجتمعي اللي موجودة في القرى والنجوع، يمكن يعني اكبر مؤسسة مشاركة فيها ومساهمة بيها هي مؤسسة مصر الخير، ب 2700 مدرسة مجتمع في القرى والنجوع، طبعا دي مساهمة كبيرة جدا طبعا. طب انا هستاذنك هروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل نكمل مناقشه، وهبدا مناقشتي بالتعاون اللي ما بينكم وبين وزاره الزراعه. سياده الرئيس لما كنا في المنصوره الجديده كان بيسال على موضوع استبدال رؤوس الماشيه المتعلقه بانتاج اللبن واللي متعلقه بانتاج اللحوم، بس هو ركز في اليوم ده على موضوع انتاج الالبان. وخلونا نروح الاول الفصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور نهى طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي، استنونا بعد اذنكم. الموضوع طلع كبير قوي يا جماعه. طب خلونا نجدد الترحيب مره ثانيه بدكتور نهى طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي. وكنت بقول انه الرئيس كان بيعلق لما كنا في المنصوره على مساله استبدال رؤوس الماشيه لدى المربين بالمواشي المستورده او الفصائل الجديده اللي جايه من اوروبا لانتاج الالبان، وقال يا جماعه المساله ماشيه ببطء شويه فعاوزين نسرعها. واظن انتم بتتعاونوا في ده مع وزاره الزراعه، بتعملوا ايه بقى؟ هو الحقيقه موضوع الاهتمام بالثروه الحيوانيه وان ده يبقى مدخل بالنسبه لنا لتمكين اقتصادي، ده موضوع مهم جدا. والحقيقه هو سياده الرئيس يعني كلف بيه اكتر من مره، ويمكن كانت اول مره في افتتاح محطه تجميع البان في السادات في يمكن شهر 6 اللي فات، وهو كلف المجتمع المدني لانه وسيادته مطلع على نشاط المجتمع المدني فيما يخص التمكين الاقتصادي المرتبط بالثروه الحيوانيه، لان دي مشروعات بتبقى ماشيه مع طبيعه اغلب المواطنين في الريف، هو كده كده الرعايه وتربيه القطعان دي حاجه من ثقافتهم ومن شغلهم صح. فبالتالي انا لما بستهدف مواطن زي ده ان انا اساعده بفرصه تمكين اقتصادي بتكون راس ماشيه مشروع يعني مناسب جدا. الحقيقه احنا طول الفتره اللي فاتت قبل تكليفات سيادة الرئيس كنا مركزين جدا في مشروعات التسمين، وهي مشروعات بتبقى مربحة جدا للمواطن لأنه هو بيستلم 2 راس بتبقى حجمها صغير حوالي 220 كيلو بنديها له، يعني مش بيدفع فيها أي فلوس، وبيبتدي أنه هو يتولى تربيتها لمدة دورة كاملة حوالي 6 شهور، بيوصل وزنها في 6 شهور دول حوالي 450 كيلو. في خلال الفترة دي أنا بساعده في التغذية في الرعاية البيطرية كل حاجة، وده بيبقى رأس مال عنده ان هو يبتدي يشتغل من خلاله، اذا كان الرؤوس دي هيبيعها واسلمه رؤوس تانية اصغر وتفضل الدورة التربية دي مستمر. حلو. طبعا ده بيكون مصدر دخل ممتاز لي، وفي نفس الوقت احنا عندنا هدف اكبر وهو ان يبقى في نوع من انواع اكتفاء ذاتي من اللحوم، وده بالتبعية هيخلي اسعار اللحوم تقل في السوق. يعني احنا برضو اي مساعدة بنقدمها للمواطنين بنكون لازم باصين على البعد التنموي اللي ورا ده.
الحقيقه فيما يخص كمان تربيه السلالات اللي هي محسنه وراثيا اللي هي بتبقى منتجه للالبان، ده كان يعني من ضمن المشروعات اللي بدانا فيها، وبعد تكليفات السيد الرئيس تعاوننا مع وزاره الزراعه ونفذنا نمط تجريبي ان احنا سلمنا 100 اسره في محافظه الفيوم عدد 100 راس من فصيله هولشتاين اللي هي بتبقى منتجه للالبان. الحقيقه الفصائل دي يعني ممكن المربي او صغار المربيين في الريف يقدروا ان هم يتعاملوا معاها، بس لازم باشراف يعني لصيق بيطري من الوزاره طبعا، مش فيها هزار يعني، من الوزاره او من المجتمع المدني او من دكاتره بيطريين يعني من القطاع طبعا. الخاص احنا بندعم ده طول الوقت عشان ما يبقاش في حمل برضو على الوزاره، فبنعمل ده وبنساعد فيه الفلاحين حتى يعني المكان نفسه اللي هيتم فيه التربيه احنا بنهيئه، يعني بنخليه ان هو مناسب ان هو يستقبل النوع ده من السلالات اللي هي مش واخده على البيئه المصريه ودرجه الحراره المصريه طبعا. وفكره ان يبقى في بعض الفصول السنه بيبقى فيه هيت ستريس ممكن الراس ما تتحملوش، وبنتابع الاكتر من كده المربي بيكون واخد على راس بتديله 5 كيلو في اليوم وعارف هو هيبيعهم ازاي. طب انا لو سلمته راس بيطلع في اليوم 25 كيلو، لازم يبقى متفق مع مركز تجميع بالظبط، واحنا بنساعده في ده ان يبقى في مراكز تجميع البان، في مركز تجميع في القريه يقدر ياخد الكميه الكبيره دي. لو انا النهارده سلمت 100 راس 100 في 25 كيلو في اليوم بنتكلم في 2 طن ونص البان في اليوم، فاحنا بنوصل حتى مركز تجميع الالبان بشركه قطاع خاص انها تاخد منه ده، بحيث ان تبقى يعني زي ما بيقول الحلقه متكامله، ما يبقاش في عندي خلل في اي وقت في المنظومه دي. والحقيقه احنا بعد ما عملنا ده لقينا انه لا، هو يعني حلم الكبير وان احنا يبقى فيه احلال كامل لكل السلالات اللي موجوده دلوقتي بسلالات محسنه تدينا الانتاج الضخم ده ونحقق اكتفاء ذاتي، لان ده يعني هيبقى فيه اتجاه اكتر لنمط المزرعه. والحقيقه احنا عندنا مزرعه داخل مؤسسه من مؤسسات التحالف هي بنك الطعام المصري، هي موجوده في محافظه البحيره اسمها وفرة، ودي احنا جربنا فيها النمط انه يبقى فيها 4000 راس هولشتاين. حلو. ودي يعني تعتبر حاجه كبيره جدا طبعا. لان احنا لما رصدنا تربيه النوع ده في بيئه المزرعه ورعايه بقى بتكون افضل وبتكون اكثر احترافيه، لان الانتاجيه ارتفعت معانا ل 60 كيلو من الراس في اليوم. طبعا ده كان الله. يعني رقم هايل، بدل 25 27 بقت يعني الدبل اكتر كمان، بقت 60 كيلو في اليوم. وطبعا يعني بيبقى في حفاظ بقى كمان على الراس دي، ان هي بتبقى بالنسبه لنا راس مال لانه هي مكلفه جدا، سعرها غالي جدا، وبالتالي احنا فكرنا النمط المزارع ده احنا هنعممه وهنكرره في محافظات مختلفه، وهنوفر عن طريقه فرص عمل لبعض الشباب، بحيث ان هو يبقى انا حققت لنفس الهدف ان انا عملت تشغيل وعملت احلال كامل للسلالات. طيب دي في الحاله بقى بتاعه التربيه الفرديه زي ما شرحتي لي، ده استحالة هيبقى مناسب للأفراد نظرا لقدراتهم، مش بس علشان الفلوس ولا الأعلاف، ولا هي فكرة كمان المكان اللي يبقى فيه ظروف تنفع للنوع ده من الـ من الـ من الماشيال هولشتاين، دي اللي بنتفرج عليها في التلفزيون في إعلانات الجبنة دايما. طيب أوكي، الحالة دي هل من الممكن ان احنا، ما انا مش عايز برضو احرم المربي الفرد ده الفلاح الطيب من انه يحصل على الفلوس دي، هل من الممكن يحصل زي توفيق ما بين مثلا 10 15 200 واحد من الفلاحين وبنعمل لهم فيرتشوال فارم، مش بتاعت الفيسبوك ده اكيد، بس انه احنا بنعمل المزرعة وانتوا بتشتغلوا فيها وبتاخدوا نسبة من الارباح، هل وارد حاجه زي كده؟ احنا فكرنا في النمط ده فعلا زي ما حضرتك بتقول، وساعتها احنا حتى فكرنا انه اقل عدد ممكن ابقى بستضيفه في مزرعه هيكون 100 راس، وانه قلنا 100 راس يمتلكهم 100 فلاح ويكون ليها مكان معين وظروف معينه واداره معينه، حتى احنا يمكن عملنا خلاص الهيكل الاداري بتاعها، هتحتاج كام دكتور بيطري، كام مهندس زراعي، كام حد اداري، ويكون الفلاح بيمتلك راس داخل المزرعة دي هو بيرعاها، والريع بتاعها والعائد بتاع منتجاتها هو بيحصل عليه. فده النمط من الأنماط اللي كمان هنحاول ان احنا بننفذها في الفترة الجاية، وبدأنا دلوقتي في دراسة ايه الأراضي اللي ينفع ان احنا نعمل فيها النمط ده من المزارع. والحقيقة لانه يعني سيادة الرئيس هو الحقيقة يعني طول الوقت بيعلن ان هو بيدعم التجارب دي، محاولات المجتمع المدني ان هو يعمل مشروعات يكون ليها ابعاد تنمويه وفي نفس الوقت نحل بيها مشاكل يعني حلول جذريه، يبقى الموضوع لو عملنا خطه زي دي على 10 سنين كل سنه بدانا يبقى عندنا 100,000 راس، احنا بعد 10 سنين هيبقى في احلال كامل، هيبقى عندي طبعا. مليون راس جديده، ده غير طبعا الانجاب بتاعها، فهيبقى عندي اكتفاء ذاتي من مساله الالبان، ويمكن يعني روحنا لمساحه ابعد انه ازاي يبقى في مصانع لتجفيف الالبان مرتبطه بده لانتاج الالبان البودره اللي احنا بنستوردها من بره
ارقام كبيره طبعا. جدا، وطبعا ده هيعمل توفير كبير في الفاتوره الاستراديه. طيب ده كده نشاط من الانشطه، بس انا اشوفه نشاط بارز جدا ومهم، ومش هقولك ايه تاني حاجه في اجنده الاولويات لانه كله على راس اجنده الاولويات، لكن ايه تاني بتقدموه علشان يحصل تمكين اقتصادي ويحصل تغيير في نمط الثقافه العامه انتاجيا للاسر دي، فنخرجها من مرحله العوز والفقر الى مرحله الحياه الجيده الكريمه. هو الحقيقة احنا يمكن من احدث المبادرات اللي احنا مهتمين وفخورين ان احنا اطلقناها وما مرش عليها اكتر من شهر، هي مبادرة ازرع، ودي مبادرة احنا بنستهدف فيها صغار الفلاحين. ويعني بصراحة المبادرة دي هي خدت مننا وقت في الدراسة، لانه احنا بنتكلم انه مصر لو نص سكان الصعيد هم بيشتغلوا في الزراعة والفلاحة، بنتكلم ان تلت القوى العاملة في مصر بتشتغل في الزراعة، وبالتالي دول قطاع كبير جدا جدا من المواطنين، هم مستهدفين مننا بالاساس بمساعدات اجتماعية مختلفة. فانا ليه يعني ما ابتديش الطريق من اوله، وانا ابتدي ان انا اساعده في مصدر رزقه وفي شغله وفي الحياة اليومية بتاعته، ثم اشوف بعد كده ايه نوع تاني من الدعم الاجتماعي هو ممكن يحتاجه. الحقيقه احنا اطلقنا مبادره ازرع دي بالتعاون مع وزاره الزراعه، واحنا عندنا في التحالف مجموعه من الاعضاء هم مهتمين جدا بمساله الزراعه، يمكن زي الهيئه القبطيه الانجيليه، وهي يعني هيئه عريقه بتشتغل من سنه 50 في ملف الزراعه، وعامله يمكن وحدات تنمويه وروابط فلاحين موجوده وراسخه في المحافظات وبالذات في الصعيد. فالحقيقه بعد دراسه وبحث احنا لقينا انه في حالة عزوف من بعض الفلاحين ان هم يزرعوا، لانه هو بقى عنده صعوبة في الحصول على التقاوي، التقاوي بقت سعرها غالي بالنسبة له، بيضطر في بعض الاحيان ان هو يدور عليها في السوق السوداء. بعد ما بيزرع وبعد ما بيعمل مسألة الزراعة، الارشاد الزراعي بالنسبة له بيبقى ساعات فيه مشكلة، الحصول على الاسمدة والمخصبات بيبقى فيه مشكلة، نوصل لمرحلة الحصاد، حتى الحصاد هو بيبقى النهاردة حصد الارض مع المحصول مش عارف يبيعه فين، هيبيعوا للقطاع الخاص، هيبيعوا للدولة، هيبيعوا في السوق السوداء. فكرة تذبذب الأسعار بتخليه هو واخد قرار الزراعة في الأول، هو مش ضامن بعد 5 شهور عند الحصاد أو بعد 6 شهور المحصول ده لما هيتباع هيجيب همه، يعني يبقى أنا الفلوس اللي صرفتها عليه وقعدت جنب المحصول 5-6 شهور الموضوع مستاهل ولا لأ. فبدأت ناس بنشوف بتبيع أراضي زراعية وفي أراضي بيبنوا عليها، فالموضوع بقى ليه أبعاد تانية اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا. فالحقيقة احنا بدأنا وقلنا يعني اكتر محصول السنه دي كان فيه مشكله هو محصول القمح، واحنا شفنا اللي حصل بسبب طبعا الحرب في اوروبا الشرقيه، وقد ايه احنا كنا بنتكلم عن فكره القمح والمخزون الاستراتيجي بتاعنا ده بشكل يعني شبه يومي. عملنا يعني دراسه ورصد احتياجات ونزلنا على الارض وجمعنا قاعده بيانات ل 100,000 فلاح، 100,000 فلاح دول متواجدين في 8 محافظات، 5 منهم في وجه قبلي و3 في وجه بحري، ولقينا ان الناس دي كلها عندها رغبه في زراعه محصول القمح، ولكن لو ما ساعدناهمش مش هيزرعوا. طيب ايه نوع المساعده اللي حضرتك عايزها؟ انا مش عارف اجيب التقاوي، مش عارف احصل على التقاوي، او التقاوي موجوده ومتوفره ولكن انا معيش تكلفه التقاوي. فالحقيقه احنا بدانا عملنا قاعده بيانات، ودي يمكن قاعده بيانات احنا فخورين جدا بيها ان هي فيها تفاصيل التفاصيل، يعني الفلاح ومحل سكنه، حيازته الزراعيه دي قد ايه. والحقيقه ركزنا ان ال 100,000 فلاح دول اتاكدنا ان دول من صغار الفلاحين، اللي هم حيازاتهم الزراعية بتبتدي من إيراتين ولا تتجاوز فدان ونص. وبدأنا ان احنا يعني عملنا لهم نوع من انواع التجمع، ان هم ازاي يحصلوا على البذور والتقاوي دي ويبتدوا موسم زراعة القمح، واعلنا عن ده. ثم نسقنا معاهم يمكن بداية من شهر نوفمبر ان يبقى في مدارس حقلية اسبوعية احنا بنروح معنا خبراء من الارشاد الزراعي، مهندسين زراعيين بتعاون مع الوزارة وبتعاون مع جهات اخرى، عشان ابتدي اقول له عن الممارسات الزراعيه الصحيحه، لانه الناس كانت بتعاني بسبب التغيرات المناخيه صح. ان هو مش عارف مثلا يرمي السماد امتى او البذور بتاعته امتى، في احنا في الصيف بس فجاه بيحصل امطار، بس فجاه بيحصل رياح، فيمكن اكتر فئه متضرره من فكره الاضرار التغيرات المناخيه هم الفلاحين والمزارعين، وما كانش عنده اليه ان هو يتوقع. فاحنا بصراحه استخدام بقى بعض الاليات اللي هم نفس يعني انا استغربت جدا ان هم حتى عندهم استجابه جميله جدا لاي حاجه جديده هتفيد المجال بتاعهم، يعني لما قلنا لهم ان احنا ممكن يبقى عندنا ابلكيشن احنا بنطوره يبقى على تليفون حضرتك، هو هيتوقع لحضرتك بكره في ايه، لو في امطار حضرتك ما ترويش عشان ما يحصلش ان يبقى المحصول مهدد طبعا. ان هو يغرق لو في رياح بلاش نعمل كذا. الحقيقه يعني بدانا نتوسع في الموضوع ده ورصدنا حاله من الاستجابه رائعه، ولما نتكلم ان احنا بنزرع دلوقتي بجهود التحالف 150,000 فدان من القمح، برافو،
وبنحلم من 2023 احنا يبقى عندنا موسم مليون فدان من القمح عشان نحقق اكتفاء ذاتي. يعني مصر بتستورد كل سنه حوالي 5 مليون طن، احنا السنه دي باذن الله في شهر 3 هنحصد منهم نص مليون، 10% من حجم استيرادنا. ودي جهود مجتمع مدني. فالحقيقه هو يعني من المبادرات اللي احنا سعداء بيها ان احنا نكون لينا مساهمه في ملف زي ده. يعني فكره ان انا اطلع من بالمجتمع المدني من ان هو اللي بيوزع الكرتونه وبيوزع، لا، يعني احنا لينا دور في خطه الدوله، شايلين هموم الدوله، الملفات الاستراتيجيه هي على يعني راس اولوياتنا واجندتنا. والله انا عايز اشكرك جدا جدا جدا، ومش عايز كنت الوقت ده يعدي كده، لان انا في عندي 5000 مليون سؤال، والموضوع شيق وكبير ومهم كمان قوي جدا خالص. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور نهى. كل الشكر لدكتور نهى طلعت عبد القوي، امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي. في فرق كبير ما بين اداره ملف الفقر واداره ملف الثروه. إدارة ملف الفقر لا يجلب سوى فقرا مستمرا، وزيادة الفقر مرة في اثنين في ثلاثة فبيتحول إلى ليرز من الفقر فما بننتهيش. إدارة ملف الثروة هو أنك أنت تشوف كل المعطيات اللي قدامك، وأن اللي قدامك ده كله موارد، وبالتالي تبدأ تستغل الموارد بتاعتك علشان تقدر تخلي الناس حياتها أحسن، وده اللي بيقوم بيه التحالف الوطني للعمل الأهلي. هيبقى لنا كلام كتير عن التحالف وعن الملفات اللي بيشتغل عليها في إطار التمكين الاقتصادي تحديدا لأهالينا، وده مهم جدا جدا جدا، لأنه ده اللي هيخلينا نوصل لأن احنا يمكن في يوم من الأيام ما يبقاش فيه فقراء. يعني أتمنى وما نضطرش نعمل مظلات حماية اجتماعية، وما نضطرش نعمل ولا دعم ولا أي حاجة. أحلى حاجة في الدنيا الناس بتشتغل بتكسب بتنبسط. خلصت الحلقة لحد كده. سامع عبد العظيم خلاص عايز يحدف نفسه من الدور الثالث، وإن شاء الله لو كلنا العمر نقابلكم يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.